مشاهدي قناة الدار، أهلا ومرحبا بكم. التزاما منا بتقريبكم بكل الأخبار والمعطيات الخاصة بالشابة سعيدة اللي تعرضت للإصابة واعتداء خطير فقدات من خلاله البصر، وهادشي اللي وقع في مدينة مكناس، واستجابة لطلبات عدد كبير من المتتبعين المغاربة داخل وخارج المغرب اللي تعاطفوا معها وكيخليوا عدد كبير من التعليقات. فأخبار اللي وصلتنا اليوم من مدينة فاس من مستشفى عمر الإدريسي تفيد على أن الشابة سعيدة ستجري عملية جراحية رابعة يوم الأربعاء المقبل، وأن الهدف من هذه العملية هو معرفة نتائج العملية الجراحية الثالثة اللي جرت من قبل بمدينة فاس أيضا، وذلك لعرفات إصلاح وإنقاذ العصب البصري، وكيبقى الآن الرهان الكبير على شبكة العين، واللي تجرات يعني عدد كبير من الفحوصات الطبية، واللي كانت نتائج واستجابة جيدة للعين اليمنى للشابة سعيدة، بحيث أنها تمكنت كيف ما سبقت وشرنا في الفيديو الأخير لرؤية الخيال ديال يد الطبيب بغض النظر من أشعة الضوء المحددة في الألوان، اللون البرتقالي والأحمر. وبالتالي فالعملية الجراحية المقبلة واللي هي الرابعة اللي غادي تجرى هذا الأسبوع يوم الأربعاء بمدينة فاس، فغادي تأكد وغادي تبين نتيجة العملية الجراحية الثالثة. وبالتالي فإذا تبين الطاقم الطبي ظاهر الحالة الصحية للشابة سعيدة بأن شبكة العين في المكان ديالها، وأنها الأمور اللي كانت متضررة يعني استجبت فيه بشكل كبير، فهنا هتكون إمكانية أخرى لإجراء عملية جراحية خامسة للحسم في مصير استعادة البصر للشابة سعيدة، خاصة في العين اليمنى اللي باقي فيها نسبة من الأمل. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كنشكركم على المتابعة، وأكيد ما تبخلوش على الشابة سعيدة بالدعاء ديالكم، والرقم ديالها اللي كتواصل معكم به غيتها، فغادي نحاولوا نعاودوا نظهروا لكم على الشاشة باش تبقوا دائما في تواصل مع الشابة، واللي يقدر أنه بطبيعة الحال يعاونها بأي قدر، يعني سواء الجانب المعنوي أو المادي أو النفسي، فالمغاربة معروفين بالتضامن ديالهم. شكرا لكم مرة أخرى وإلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.